صباح الورد والرضا والفل والجمال على حضراتكم مشاهدينا في كل القنوات المصرية. يوم جديد من صباح العلمين، من أحلى مكان في الدنيا مدينة العلمين الجديدة. يوم جديد وزيارة جديدة امبارح من وزير الأوقاف المصري دكتور أسامة الأزهري، واحد من أجمل وأحلى الشخصيات اللي موجودة في مصر وفي العالم الإسلامي بشكل أجمع، وليه تقدير كبير جدا 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 في مختلف الدول اللي هو بيزورها وبيروحها، وخير سفير لجمهورية مصر العربية ولسماحة الدين الإسلامي، نحسبه على خير ولا نزكي أحد على الله. واحد من الشخصيات الجميلة اللي بتعبر عن سماحة الإسلام دايما في خطابه وفي آراءه وفي كلماته. الحقيقة امبارح دكتور أسامة الأزهري قال أكتر من رسالة مهمة جدا، اتكلم على المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اللي هيقام إن شاء الله تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي هيكون عنوانه دور المرأة في بناء الوعي، وده عنوان مهم جدا عشان إبراز دور المرأة في الدين الإسلامي، وكمان عشان يبرز إزاي المرأة موجودة على أولى أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية في الوقت الحالي. كمان اتكلم على فكرة تجديد الخطاب الديني وازاي انه مكلف بعدة ملفات من ابرزها واهمها المشاركة في كيفية انشاء وتغيير وبناء الانسان المصري بالمفهوم الحديث والجديد. ومفيش شك انه الدين والعقيدة السليمة والصحيحة هي العمود الاساسي والركن الاهم في بناء الانسان المصري. الفهم الصحيح للدين والخطاب الديني اللي احنا كنا في وقت من الاوقات بنفتقده بشكل كبير وكنا نطالب دايما بتجديده، ده واحد من اهم الاولويات اللي حاططها وزير الاوقاف دكتور اسامه الازهري وكل وزاره الاوقاف وكل وزاره الاوقاف وكل رجالات وزاره الاوقاف على اولى اولوياتهم وفي اهم المسؤوليات في اجندتهم كشغل خلال الفتره اللي جاية. وكمان اتكلم على كيفية إدارة الوقف المصري وان واحد من أهم الثروات القومية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية. الحقيقة كانت زيارة جميلة جدا، هو راجل جميل وبشوش ومحترم، وتسمع كلامه تعرف ازاي ان الفهم الصحيح للدين بيفرق دايما في خلق الإنسان، وبيفرق دايما في أخلاقياته، في طريقة تعامله، في كلامه ومفرداته، في كل حاجة ممكن يكون بيعملها. هو ده يمكن الغرض الأساسي من فهمنا كلنا للعقيدة السليمة، إن المدخلات السليمة بتوجد مخرجات سليمة من خلق وأخلاقيات وتصرفات ومعاملات وغيرها من التصرفات الواحد ممكن يكون بيعملها مع مجتمعه بقى في شغله في بيته مع أهله مع أصحابه في كل حاجة ممكن يكون بيعملها. كانت زيارة موفقة، زيارة جميلة، واحد من الشخصيات والعلماء الأجلاء اللي موجودين في وطننا العربي والاسلامي هو الدكتور اسامه الازهري، وطبعا كان برفقته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه المتحده للخدمات الاعلاميه الاستاذ عمرو الفقي. تعالوا نشوف تقرير عن هذه الزياره ونرجع نكمل حلقتنا من صباح العالمين، وصباحكم زي الورد. قاعدين هنا شاطئين، شاطئ عام هناك، والشاطئ ده للرحلات اللي جايه من الوزارات وبتاع وزوء الهمم وزوء القدرات الخاصه، ومجهزينه بشويه حاجات العربيات تقدر تمشي على الخشب لو بتتزق او بتاع او كده. والمنطقه دي بقى كلها ملاعب رياضيه وحاجات للاطفال ومسرح وشويه حاجات يعني لطيفه. يعني اللي وصلني سيادتك الى الان سعاده كبيره جدا، وانا سعيد ان هم سعداء يعني. وبعد كده سيادتك يعني الفعاليه في ذاتها فعاليه يعني شديده الذكاء، انه كل الزملاء والابناء الكرام من ابناء الوزاره من ذوي القدرات الخاصه ان احنا نكون يعني محوطين عليهم وفي خدمتهم وندخل لحظه سعاده على قلوبهم ويشاركوا بلدهم في فعالية كبيرة وفي مهرجان كبير. الفكرة عبقرية، وأنا يعني شاكر كل من أسهم في تنفيذها وسيادتك يعني. شكرين على ربنا يخليك حضرتك هنا معانا. ربنا يخليك يا عمر بيه.
ربنا يبارك في عمرك في غاية السرور. الحمد لله ربنا يجزيك خير ويبارك في عمرك. وأنا فرحان إنكم أنتم ربنا يجزيك خير يا دكتور. دي مش قضية وزارة الأوقاف بس، دي مصر بتعتني بأبنائها. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، بتعتني بأبنائها جميعا. واحفظ علينا مصرنا، واحفظ علينا جيشنا ورئيسنا وقيادتنا. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. أنا أيمان بقالي 32 سنة أقسم بالله أول وزير يلتفت إلى ذوي البصائر. ربنا يسعدك، ربنا يكبر بخاطرك ويسعدك ويسر لك أمرك ويدخل عليك السرور كما أدخلت السرور على قلوبنا. يا رب الكلمة دي عزيزة على قلبي، ولما أنت تكون بخطر سعيد إحنا كل الأوقاف كلها تكون سعيدة. ربنا يكبر بخاطرك. وعلى آل سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم، كما باركت على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين، في العالمين، إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. نسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة وفي هذا الجمع الطيب أن يجعل مصر سلما وسلاما، وأمنا وأمانا. اللهم اجعلها سلما وسلاما وأمنا وأمانا. اللهم احرسها بعينك التي لا تنام. اللهم احرسها بعينك التي لا تنام. اللهم احرس جيشها وشعبها وقادتها يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الخير كله لمصرنا. آمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لها. آمين. يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اليوم في غاية السعادة أن أكون بين زملائي وأحبابي وأبنائي من أبناء وزارة الأوقاف الذين أعتز بهم كثيرا وأفتخر بهم كثيرا وأثق فيهم، وكلما رأيت معنى السعادة في قلوبهم وفي عيونهم ازدادت سعادتي في الحقيقة. هذه الزيارة وهذه الجولة في هذا اليوم هي رسالة تقدير واحترام وإجلال لكل أبناء وزارة الأوقاف وفي القلب منهم السادة الحضور الكرام. فأقدم لحضراتكم ولأسركم ولذويكم وللأهل الكرام خالص التحية والتقدير نيابة عن كل زملائكم في وزارة الأوقاف وقياداتها. ويشرفني اليوم أيضا أن أشكر المتحدة وأن أشكر عمرو بن فقي وأن أشكر كل فريق العمل الموجود وأن أشكر كل الجهود الموجودة وكل السادة الإعلاميين الكرام الحضور، وأن أتوجه بالشكر إلى كل القائمين على مهرجان العالمين وعلى هذه الفعالية الكبيرة. ويسعدني كثيرا أن أبناء وزارة الأوقاف يسعدوا ببلدهم ويفرحوا ببلدهم ويشوفوا العمران الموجود في مدينة العالمين الجديدة ويدركوا أن هذا البلد بلد عظيم وبلد كبير وبلد موفق وبلد محفوظ وبلد ناجح. فأنا أكرر الشكر للشركة المتحدة ولسيادتك عمرو بيه ولكل السادة الزملاء الكرام. أشكركم على الاستضافة الكريمة وعلى تنظيم هذه الفعالية العزيزة على قلبي، ونيابة عن كل السادة الحضور من أبناء وزارة الأوقاف الكرام أتقدم لسيادتك بكل الشكر والتقدير. أشكر حضرتك على مجيئك. المنطقة الشاطئية دي كلها ملاعب ولعب للأطفال، بالليل دي بتبقى زحمة جدا. طبعا انا بتشرف النهارده بوجود معالي الوزير اسامه الازهري، والحقيقه يعني انا لسه كنت بقول له انا ما شفتش حب الجارف ده قبل كده، يعني حب في الله، يعني الناس النهارده لما شافته الحقيقه يعني حاجه اسعدتنا جميعا. وشكرا لوجودك معانا، ويعني نتمنى ان تكرار الزياره ان شاء الله. يسعدني كثيرا ان اكون ضيف على مهرجان العالمين في مدينة العالمين الجديدة، ويسعدني أكثر أن أتحدث إلى حضراتكم في هذا المؤتمر الصحفي
وبحضور كريم ورعاية وترحيب كبير أسعدني كثيرا من الصديق العزيز عمرو بلفئي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة. وأنا أتقدم حقيقة بشكر جزيل وعرفان وامتنان للشركة المتحدة على هذا المجهود الرائع الذي أراه، وعلى الشراكة العميقة والممتدة بين كافة مؤسسات الدولة وبين الشركة المتحدة، والتي مكنتنا من أن نصنع سويا نجاحا نرى اليوم بعض ثمراته. وفعالية اليوم أعتبر أنها حلقة في سلسلة متصلة من التعاون بين وزارة الأوقاف وبين الشركة المتحدة وبين كافة السادة الإعلاميين الكرام الحضور. الحقيقة أنه فعالية اليوم فعالية شديدة التميز على البعد الوظيفي والإنساني وعلى كافة الأبعاد. تشرفنا اليوم باستضافة عدد من أبناء وزارة الأوقاف، من الأئمة والخطباء، من ذوي القدرات الخاصة مع أسرهم وذويهم، ورتبنا لهم هذه الجولة وهذه الزيارة لزيارة مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالمين، حتى يتاح لأبناء وزارة الأوقاف وفي القلب منهم ذو القدرات الخاصة، حتى يتاح لهم أن يشاهدوا بلدهم وأن يشاهدوا وطنهم وأن يدركوا أن بلدهم العظيم يعتني بهم ويرعاهم ويريد إدخال لحظة من السعادة والسرور على قلوبهم. الحقيقة أن هذا الحدث أسعدني أنا شخصيا، وأنا أرى أبناء وزارة الأوقاف في لحظة غامرة من السعادة والفرح والسرور مع أسرهم وذويهم، ويشعرون أن مؤسستهم الأم التي ترعاهم وزارة الأوقاف بالتنسيق مع الشركة المتحدة ومع بقية مؤسسات الدولة تحرص عليهم وتريد إدخال لحظة من السعادة على قلوبهم. والبدء بأبناء وزارة الأوقاف من ذوي القدرات الخاصة هي رسالة لكافة أبناء وزارة الأوقاف في مختلف مواقعهم التي يؤدون فيها رسالة الإسلام السمحة في كافة ربوع الوطن، رسالة إلى كل أبناء الأوقاف أننا إن شاء الله لن ندخر جهدا في سبيل تقديم كل صور الخدمة والرعاية الممكنة لتمكين الأئمة والخطباء والدعاء من القيام برسالتهم السامية في خدمة دينهم ووطنهم. بتصبح على حضراتكم مرة تانية، ومعنا ضيف يعني عزيز وكريم النهاردة. كتير من لعيبة الكورة بعد ما بيخلصوا مشوارهم كلعيبة خلاص بيتوقف مجهودهم عند المرحلة دي وعند المحطة دي، ما بيحاولش ان هو يطور من نفسه عشان يعد نفسه لما بعد ذلك، سواء بقى في كارير اداري، كارير فني، او غيره من المشاوير المهنية اللي ممكن يبقى هو عايز يشتغل فيها بعد ما يخلص كور. الحقيقة ان ضيفنا واحد من اجمل واكثر الشخصيات المحترمة اللي موجودة في مجال الرياضة والكرة المصرية، واحد من الناس بقى القليلة جدا 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 إن لم تكن النادرة اللي اشتغلوا على نفسهم كتير بعد ما خلصوا كاريرهم الكروي ومشوارهم كلاعب عشان يبقى واحد من أكفأ الناس اللي موجودة دلوقتي في مجال الإدارة الرياضية، مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي كله. وبإذن الله خلال الفترات اللي جاية نقدر كدولة ونقدر كاتحاد كورة ونقدر كمنظومة كورة مصرية نستفيد من خبراته وأدبه وعلمه وأخلاقه. كابتن محمد فضل، صباح الورد عليك وصباح الفل. إبراهيم، صباح الفل عليك. أنا بشكرك جدا، تشرف أنا موجود معك النهاردة. مش قادر أقول لك الفترة اللي فاتت والله بجد، يعني كل ما أجي سوشيال ميديا تفتح القناة الصورة حلوة جدا، المكان خطير. أنا بشكرك إن أنت نقلت الصورة بتاع مدينة العالمين بجد بشكل احترافي بشكل حقيقي، ودي حاجة مهمة جدا. ناس كتير بتسمع عن العالمين ومش عاوز اعيد الكلام اللي انت وصلته لي، كل المعلومات وان المكان ده كان ايه ودلوقتي بقى ايه والشكل اللي احنا شايفينه، ناس شايفه الصوره ما بتكذبش يعني. فانا بشكرك جدا على الصوره الحقيقيه، وببارك لك فتره مميزه جدا طالعه من احساس نقي، وبشكرك على المقدمه اللي انت قلتها. ربنا يسعدك يا رب. انت ده اقل من حقك والله العظيم. عايز اعرف منك بقى انطباعك لما جيت شفت العالمين. انت جيت اكتر من مره وجيت السنه اللي فاتت، يعني انا ما جيتش السنه اللي فاتت، بس لما بسال الناس بيقولوا لي لا السنه دي غير السنه اللي فاتت تماما، وضع مختلف ودنيا مختلفه.
فانا عايزك انت تقول يعني وانت بتشرح للناس قول لنا انت المشاهد من عينيك، انت شفت السنه اللي فاتت ايه، شفت النهارده ايه، اكتر حاجه لفتت نظرك؟ السنه اللي فاتت يمكن احنا جينا، بص انا باجي المكان ده ابراهيم مش العالمين، تحديدا الساحل الشمالي مارينا، كانت زمان لو تفتكر في التسعينات كانت هي مارينا يعني طبعا كان في كوره قبليها بس مارينا كانت هي. انا باجي من زمان قوي، من اول مكان سيدي كرير بقى والعجمي مارينا كانت هي اخر حاجه، وبعد كده كان ده فعلا كان حقل الغام، ما كانش حد بيعدي غير ما يطلع على مطروح. ايوه فانت بتقعد تشوف كل شويه حاجه بس ما بتعديش المرحله دي. ما جيت السنه اللي فاتت، احنا السنه اللي فاتت كان قالوا لنا لا تعالى كدوله ونيجي يبقى في انترتينمنت، حاجه رياضيه محترمه مع حاجه فنيه مع المدينه نشوفها بشكل مختلف. واضح ومختلف. فجينا شفنا، انا جيت بصراحه ما كنتش متخيل يعني السنه اللي فاتت لقيت مدينه، يعني انا فاكر هلاقي مثلا اوتيل واحد، هلاقي كافيه، مطعم، حاجات بسيطه جدا. دخلت لقيت مدينه بجد كبيره جدا، وبعدين تفاصيل كتير قوي، حاجه حلوه جدا، معاك لعيبه كانوا كتير جدا، كنا عاملين عاملين دوره بطوله، وطبعا يعني موجود نجوم احمد حسن وحسام غالي وليد سليمان جده سيد معوض، الحاجات دي كلها مهمه جدا في السياحه الرياضيه، فكانت فعلا حلوه جدا والاجواء كانت فعلا خطيره. يعني السنه دي وانا داخل المدينه، يمكن دي ثالث مره اجي هنا السنه دي، انت كل والله ما بهرج، انت كل ما تيجي بتلاقي ناس كتير قوي. أيوة صح. اجانب مصريين، انا جيت بالليل، جيت الظهر، جيت النهارده اهو الصبح، بتلاقي لا في يعني في ترافيك، في زحمه، في حاجات، في مباني اصلا انت كل ما تدخل بقى يمين في حته فبتلاقي في حاجات جديده. فانت بتتكلم فكره ان مدينه ابراهيم، فكره ان فيها كل الخدمات، انت من قلت الصوره في مدارس، في جامعات، في الفكره دايما، وحاجه انت قلتها، السكان بتوع المدن الساحليه بيبقوا اكثر هدوءا، يعني كل مكان بيبقى ليه طبيعه بشر، طبيعه سكان. فلا التطوير والرؤية والسرعة، المدينة دي مش هتبقى 3-4 شهور، احنا بنتكلم طول السنة، واي بلد انت بتقيس بحجم تطورها بعدد سكانها والبقعة او التطوير في قد ايه. انت عندك مصر احنا بنتكلم حوالي، مش عاوز اقول لك حاجة تاريخيا ولا جغرافيا، 95% من المساحة مش مستغلة، فاحنا بنستغل دلوقتي انشاءات وتطوير كتير قوي. ايوه. فالصورة ما بتكدبش، بص ورانا الناس، حاجة زي كده من احسن الحاجات اللي في العالم موجودة. انا ليه ما بقاش عندي سياحة رياضية وسياحة ترفيهية وانقل الصورة للعالم؟ فعشان كده لا، انا بحيي الدولة طبعا، واللي مش مصدق يجي يشوف هيلاقي فعلا في حاجة مختلفة. طب انت بقى يعني لفت نظرنا لنقطة مهمة جدا، كيفيه الاستفاده من العلامين الجديده في الجزئيه الرياضيه. يمكن كان معانا وزير السياحه والاثار وكنت بتكلم معاه في الجزئيه دي فيما يخص ازاي تبقى من انت العلامين الجديده مقصد سياحي للسياحه الرياضيه، الناس اللي عايز تعمل معسكرات، ان احنا نعمل هنا ان شاء الله يبقى في مدينه رياضيه، استاد نقدر نعمل ماتشات اللي هي الماتشات اللي بيغلب عليها الانترتينمنت، يبقى ماتش احتفالي، ماتش نهائي مثلا كاس سوبر وهكذا، ازاي نقدر نستفيد من المكان ده؟ بص دايما لما تيجي تعوز تعمل حاجه ابراهيم بتبص على البنيه التحتيه. ايوه. فايه البنيه التحتيه اللي انت هتقدر تاتراكت او تشد الاستثمار الرياضي او السياحه الرياضيه او ايا كان؟ انت عندك في انواع السياحه اللي ليها علاقه بالرياضه، هي سياحه رياضيه، سياحه علاجيه، دي حاجه، والاستثمار. أيوة. يعني فالاستثمار الرياضي بشكل عام. طيب هل انت عندك مطار هنا؟ نعم. عندك مطار العلمين، في اصدقاء ليا كتير جدا بيجوا من دول الخليج ومن دول اوروبا، اصلا بيقولوا لي في اجانب كتيره جدا بتيجي على الطياره وفول يعني. فانت عندك مطار، فدي اول حاجه موجود. طيب هل عندك فنادق على اعلى مستوى؟ نعم. هل عندك حاجه للسياحه العلاجيه في البحر والرمل يا ربنا مديك كل حاجه؟ نعم. يعني صح. صح. خيرات الله في مصر غير طبيعيه. فانت عندك جو، لو بصيت هتلاقي عندك برد وحر وجو معتدل، فانت ممكن في اوروبا كلهم بيطلعوا على تركيا ابراهيم، ما تيجي تبقى انت بتقول في شهر 11 12 اقدر اجي هنا؟ لا، الجو حلو جدا. اجي في يناير في فتره دايما اللي هي الانتقالات او فتره السيزون اللي هي في بين الدورين، لا ممكن تعمل. طب انت محتاج ايه؟ محتاج استاد، محتاج ملاعب،
في ملاعب هنا بتتعمل يعني يمكن، ودي حاجة أسهل حاجة على فكرة الملاعب بتتعمل. استاد أنت عندك أقرب استاد ليك هو بنتكلم في اسكندرية وبرج العرب، دول أقرب استاد. طيب هل في حاجة مسافة قد إيه؟ ممكن اعمل استاد هنا او ممكن اعمل استاد هنا، بس هو مش استاد بس، انا ممكن اعمل استاد ممكن اعمل ملاعب، فده يبقى مقصد تبقى مدينه رياضيه متكامله بالظبط. فانت هتعمل كده، تعمل سله مغطاه، وبالتالي فكره ان انا افتح التلفزيون للعالم او القرعه، خلي بالك احنا لو تفتكر القرعه بتاعت كاس الامم الافريقيه او حتى القرعه بتاعت تحت 23 سنه كانت واحده معموله في الهرم. انت متخيل افتح الاقي الهرم ابو الهول صوره عامله ازاي؟ متخيل بقى ان انا جاي افتح قرعه الاقي المنظر اللي احنا شايفينه ده، ومش لازم القرعه تبقى معموله بالليل، الصبح الناس تشوف الطبيعه. أيوة. الجو، فانت عندك كل حاجه. ودلوقتي بقت مدينه متكامله، عندك مطار ودي اصعب حاجه، عندك الملاعب تقدر تعملها بسرعه جدا، الاستاد تعمله بسرعه جدا. فانا بتهيالي ان الحاجات دي زائد السياحه العلاجيه المهمه جدا ابراهيم جدا جدا في الجو والرمل والميه، لا ممكن تبقى مكان يعني الناس تسعى للوصول والقدوم اليه. الانفراستراكشر او البنيه التحتيه دي لما تتوفر العالمين الجايه تقدر تنافس اماكن تانية حوالينا، بقت دلوقتي بتقدر تستقطب يعني دول او فرق اوروبيه ان هي تروح تعمل عندها معسكرات. انت عندك الاول لازم تبقى انت دارس كويس ايه هي الاماكن او البلاد سواء العربيه او حتى الاجنبيه اللي ممكن الفرق الاوروبيه بتيجي عنها، ان هو ده الهدف. الهدف ان انت تستقطب بلاد عربية أو فرق عربية وأوروبية. طيب أنت عندك بتيجي في الصيف، الناس دلوقتي بتروح أمريكا لو حاجة تجارية، ساعات بعض اللاعبين بيروحوا الصين حاجات تجارية أو الهند، أن أنت عندك في براندز كتيرة جدا وفي الاقتصاد بتاعهم قوي. وعندك البعد الفني، في ناس بتروح تركيا في فترة 12، انت ممكن تقدر ان انت تبقى موجود هنا في مدينة العالمين للفرق كلها، الجو يسمح بكده. الدول العربية عندك في دبي في اوقات ناس بتروح. طيب هل العالمين مستعدة لكده؟ نعم مستعدة طبعا، بان انت ملاعب بتتكلم مثلا في 6-7 ملاعب ابراهيم، ودولت اسهل حاجة يتعملوا. وعندك ممكن انك انت تعمل استاد على بعض المراحل، يعني انت ممكن تعمل الاستاد ده تعمله على سنة ونص سنتين، تعمل سلة مغطاة الحاجات دي، بس تبتدي بالملاعب الاول، ان انت عندك فنادق، ملاعب، رمله، ميه، جيم، الكلام ده كله موجود اوريدي. هي الملاعب بس، ودي تخلص بتتكلم في شهرين بجد. أيوه. ماكسيمم شهرين تقدر تعمل ملعب كويس. لفت نظرك ايه تاني جوه العالمين؟ يعني من المشاهد اللي انت ما كنتش متخيل ان هي ممكن تكون بالشكل ده، ان هي لكل الفئات. يعني دايما دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. حتى اول ما جيت انت بتقول لي هو ايه ده، هو في ناس كان في ناس نازله في المايه هنا وورانا، فبتقول لي هو في ناس جايه دلوقتي في بص. دايما اي بلد لما تيجي تطور او معظم البلاد دايما بتخاطب المجتمعات الخارجيه او الفئه الغنيه عشان اقدر اشد الاقتصاد او المستثمرين. يعني الحاجات اللي انت كنت بتنقلها، عشان كده انا شكرتك فعلا وكلام حقيقي، ان انت كنت بتنقل الصوره ابراهيم مش لواحد مستثمر، انت بتنقل الصوره للمجتمع، ودي اهم حاجه. خلي بالك اللي ما عندوش خير في اهله مش هيبقى عنده خير بره. فانت بتنقل الصوره بجد، الصوره بجد ان انت هل الفئات الغنيه هي اللي تكون موجود في اي مدينه. يعني انت دبي مثلا، لازم ادي امثله دايما للناس عشان توصل لها. الحياه هناك حلوه وغاليه وممكن حد يكون غير مقتدر يقدر يروح هناك، لكن انت عندك هنا انت رايح في الطريق ده، انت رايح في الطريق اللي انت شايف مباني كبيره جدا، فنادق على اعلى مستوى، فئات. انا اول ما دخلت دلوقتي بقول لك هو ده بجد، يعني ده اللي احنا فيه ده يا جماعه، ده شاطئ عام على فكره، يعني ده شاطئ عام اي حد ممكن يجي. بقول لك هو ده بجد فعلا، وفي ناس لو الكاميرا جابتهم، في ناس بتستحمى وبتنزل البحر ورانا، وفي ناس مجموعات بتيجي زي ما انت شرحت قبل كده. فلا انت كل الفئات، اللي معاه فلوس عاوز ينزل في فندق كويس ويقدر يستمتع اوكي، الشخص المتوسط اوكي، الشخص الاقل من المتوسط اوكي، انت في الاخر هو البحر ده للجميع. المكان للجميع، الحياه صحيح. للجميع صحيح. فعشان كده انا عاجبني جدا ان انت وانت بتعمل حاجه انت بتفكر في الكل، ما بتفكرش في فئه معينه. صحيح. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، خليكم معانا وصباح الورد.
بنرحب بحضراتكم مره تانية. مودي، كنت عايز اتكلم معاك على جزئيه مهمه هنا في العالمين، ما اعرفش تاخدت بالك منها ولا لا. السياح الاجانب او السياحه الاجنبيه دي اول مره اشوفها في الساحل. انت راجل بتاع ساحل وقديم في الساحل، لعبتي. هل كنت بتشوف قبل كده السياحه الاجنبيه موجوده في الساحل الشمالي؟ بص، انا هقول لك على حاجه، يعني دايما الاجانب بيطلعوا على شرم الشيخ، الغردقه، بالظبط، اسوان، حتى الاقصر واسوان. يعني يطلع كده. انا كنت مستغرب جدا ان الناس ما تعرفش الساحل. يعني حتى احنا اما بنيجي نسافر ابراهيم، عاوزين نطلع بحر ولا اي حاجه، تدخل تبص احسن دول اوروبيه في عندها بحر. انا الحمد لله سافرت كتير وبسافر كتير وبحب دايما البحر، فروحت ايطاليا، رحت كرواتيا، رحت فرنسا، رحت بلاد كتير جدا بتقدر انك انت تروح تبسط وفيها بحر. تركيا في حاجات كتير جدا، بس البحر ده والله مش موجود. يعني البحر بالرمله دي بتلاقي فيه بلاد البحر بتاعها كويس، لكن ما بتلاقيش رمل، تلاقي طوب صخر. فهنا طبعا غير طبيعي. الاجانب لما انت الصوره بتتنقل، هي بتيجي هم الاجانب عاوزين ايه؟ انت عاوز تاخد تان، او يبقى في درجه حراره او شمس، عاوز بحر، عاوز خدمه مميزه، وعاوز مطار انك صحيح. تنزل ما بقاش فيه الانتقالات تبقى سريعه جدا. فالكلام ده موجود لدرجه انت عارف، انا يعني ولادي في جامعه بره مصر، انا معايا واحدة يعني بنت صاحبة بنتي أجنبية ومعانا، وطبعا ما جت هي أول مرة تيجي مش مصدقة، والله بجد مش مصدقة إن في حاجة في مصر كده. فدي مهمة جدا إن أنت تبقى ديستنيشن للأجانب، والأجانب تشوف العالمين وتشوف مصر بطريقة مختلفة، خصوصا الناس مركزة في البحر الأحمر. أيوة. فأنت لا، تعالى بقى، ده احنا عندنا كل حاجه، وعندنا النيل كمان لو عاوز تنزل انزلك في النيل. يعني عندنا كل حاجه الحمد لله. اخدك بلانش اوديك على النيل اوديك في اي حته، تعالى. خاصه ان في معلومه عرفتها انا كمان مهمه جدا تفيدنا في حته العالمين، ان 30% من السياحه العالميه دلوقتي في الحته بتاعت الميديترينيان، في البحر الابيض المتوسط. فدي صح. نقطه مهمه جدا. فانت النهارده انت بتعمل تورستيك ديستنيشن او مقصد سياحي في المنطقه الاهم سياحيا على مستوى العالم، ومش بس انت بتعمل منطقه سياحيه او مقصد سياحي، ده انت بتعمل واحد من احلى الاماكن اللي انت عندك فيها ادج او افضليه عن كل الاماكن السياحيه الثانيه اللي موجوده على البحر المتوسط. صح، 100%. انت عندك ابراهيم، مصر حلوه قوي والله بجد. يعني انت، احنا اتكلمنا على البحر الاحمر، انت عندك دمياط دي نيل مع بحر. انت ربنا سبحانه وتعالى حاطط لك حاجات خيرات الله في مصر. فانت فكره البحر المتوسط، ومش البحر المتوسط بس، ما انت في بلاد على البحر المتوسط البحر بتاعها او الشط بتاعها مش كده، بتلاقي بقى صخور كتير جدا، بتلاقي المايه، بتلاقي ما فيش رمل، يعني على فكره حاجات مختلفه. انت عندك، لا هنا الحمد لله الامور كويسه، الخدمات جيده جدا، انت بتعمل مدينه، فانت ربنا مديك الحاجه الصعبه اللي ما ينفعش تعمل. صحيح. انت اي مكان ممكن اعمل لك فيه فنادق ومطاعم وكل حاجه، لكن هل هتعرف تجيب طبيعه؟ هتغير طبيعه؟ هخلق لك بحر؟ مستحيل. لون البحر اللي ورانا ده، اللون ده والله انا مش مصدق. ايوه طبعا، يعني حاسس في حد حاطط يعني ملونه او مرسوم. لا، اللون رهيب، الرمله رهيبه. طب ايه؟ اول مايو بس، هات مايو. هات مايو، تعالى. انت مش عايز غير المايو، ما تجيش غير بالمايو بس وخلاص. لسه كنت بحكي لك، احنا كنا على البحر من كام يوم كده، فواحد من اخواتنا من احدى الدول الخليجيه يعني بيقولوا لنا يا جماعه انتوا لو حاطين عليه كلور مش هيبقى. أيوة كده. أيوة مش أيوة. هو الناس بتتكلم يا جماعه، مش يعني مش ممكن حلاوته. والاجانب، الاجانب مبهرين. يعني الاجانب بيقولوا لي يا جماعه انتوا احسن، المايه عندكم احلى من المالديفز. وبعدين اللي عجبني صح. جدا كمان بصراحه، انه اغلب الاجانب اللي انا قابلتهم هنا واتكلمت معاهم هم اول مره يجوا مصر. فدي حاجه في منتهى الجمال، ان يبقى اول انطباع ليك او اول معرفه بيك، معرفة ليك بالبلد، تكون بالجمال ده. يعني صح. الانطباع اللي انت بتاخده عنها، عن البلد بقى بالهسبتال. وبعدين بصراحة برضو عشان اكون امين، احنا واحدة من الحاجات اللي كانت بتزعلنا في وقت من الاوقات وبنطلب بتحسينها دايما، هو كيفية التعامل مع السائح. لسه والله كنت اقولك هنا بقى. صح. مفيش بقى لا جود مورنينج سير، ولا يعني في جود مورنينج سير الحلوة، لكن مفيش بقى ويلكم وكل سنة وانت طيب مفيش الكلام ده. انت فيه صح. تحس ان الاستاف اللي موجود حتى في وال تريند، متمرنين كويس وبشوشين وجماء، فتحس ان السائح اللي جاي هو فعلا بيقضي كواليتي تايم، بيقضي وقت بمنتهى الجمال والجوده.
فبيبقى انطباعه هو ماشي ان هو لا ده ناجي تاني واقول لاصحابي وده احلى، بشوف ان ده احلى تسويق يعني. بص الانطباع الاول الريفيوز اللي هم بيخشوا يكتبوها عن الاوتيلات ونظافها على كل مواقع بتاعت السفر، نظافه الاوتيلات والهوسبيتاليتي اللي فيها والامكانيات الموجوده، الجيم اللي مش عارف ايه كذا كذا كذا، البحر، دي احلى واصدق تسويق ممكن يتعمل للعالمين. خليني اقول لك ان الانطباع الاول يا دوم، حط نفسك مكان الاجنبي. انا دلوقتي عاوز اسافر، اول حاجه هعملها هدخل على الويب سايت ابص فالصور بالريفيوز، ده اول بالظبط كده. تاني حاجه هاخد امبريشن حلو، تاني حاجه هحجز طيران، الطيران هينزل فين؟ في المطار العالمي. طيب من المطار لغايه هنا قد ايه؟ ربع ساعه مثلا. ده حلو جدا. طب هنزل في اوتيل ايه؟ اوتيل اكس اسمه كذا. طب ده ايه؟ خمس نجوم. طب الخدمات ايه؟ حلوه جدا. طب السعر ايه؟ مناسب جدا. خلي بالك لا ده على فكره السعر بالنسبه للاجانب هو خطير. خطير يعني بالنسبه للي هو للمقابل اللي هو بياخده مقابل السعر ده. يعني زي مثلا لو هو مثلا هيدفع في الليله هنا بكل الامكانيات والمميزات اللي موجوده في الاوتيل او الاوتيلات اللي احنا بنتكلم عليها، هيدفع زي مثلا 10 قروش، هو بنفس الامكانيات دي او نفس الاوتيل ده بنفس مواصفاته في اي دوله تانية هيدفع له مثلا 20-25. فهو بالنسبه له يعني ناخد الامكانيات دي كلها والمميزات دي كلها في البحر الحلو ده بالتفاصيل دي كلها وادفع الرقم ده، فهو بيبقى بالنسبه له هي سفريه ربحانه، فاهم؟ الباكج ربحانه في الاخر مليون في الميه. فانا بقول لك انا هاجي، طيب حتى ماديا الامور انا ربحانه. طيب هتعامل مع الشعب المصري بقى. الناس هنا متدربه كويس قوي، ادي واحد. الشعب المصري شعب عاطفي وطيب، فانت فكره ان انا اتعامل مع حد يعني في شعوب اجريسيف مهما كان انت الناس عامله ازاي، هي وشها حتى لو بيتكلم كويس هو وشه هتلاقيه ناشف بوكر فيس كده. لا انت عندك الشعب بتاعك شعب عاطفي، شعب جميل، شعب بيحب الناس. فدي حاجه كويسه. طب هنا بيتكلموا لغات، احنا بنتكلم على فكره احنا بلد بنتكلم كل اللغات. يعني روسي بنتكلم، انجليزي، فرنساوي، ايطالي، اسباني، الماني، برتغالي، صيني، كل حاجه هتلاقي. الشعب المصري ملوش كتالوج بجد والله العظيم. صحيح صحيح. يعني فانت عندك الحاجات دي كلها موجوده يا ابراهيم. تاني حاجه، هل انا جاي انا ومراتي ولا جاي انا ومراتي واولادي؟ ما هو دي تفرق. طب انا ومراتي واولادي وممكن ابويا يكون راجل كبير فيبقى محتاج شمس، محتاج حاجه معينه، هوسبيتاليتي معينه، طب هل ده موجود؟ نعم. فانت ما تقدر الباكج ده كله تملاه، هتيجي بقى تقف هنا تقول ايه؟ في لازم يكون في حاجه. ما هو دايما الحاجه الحلوه اكيد في حاجه، هل في حاجه؟ لا ما فيش حاجه. بس انت خلي بالك من كتر ما انت شايف كل حاجه سهله هتبقى انت قاعد، طب ليه السعر كده؟ طب ليه الخدمات كده؟ طب ليه كده؟ هتيجي بقى في الحته دي محتاج تسويق، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي. يعني انت انا عندي برودكت، بضاعه يا جماعه اتفضلوا شوفوها. فالناس لما تيجي تشوفها لا هي بتشوفها على الارض يا ابراهيم فبتقتنع، فهتبتدي تسويقيا، وهو ده الحاجه اللي ناقصاك، ان انت لسه عاملها بقالك سنتين فانت محتاج ان انت تسوق جامد جدا. وهو انا شايف ان التغطيه بتاعت التسويق جيده جدا، ان السنه اللي فاتت انا جيت فشفت عدد الاجانب، شفت المدينه كانت شكلها ازاي، شفت حتى كمان الناس اللي بتشتغل الاماكن اللي ممكن تخرج فيها والسنه دي قد ايه. فالموضوع سريع جدا، الموضوع متكامل ان شاء الله باذن الله. يعني انا بقول لك المدينه دي مش هنقعد نتكلم في مرحله صيف بس، انا هفكرك ان ده المدينه بالشكل ده بالرؤيه دي، لا هتلاقي ان شاء الله هنبقى متواجدين في بطولات، هنبقى متواجدين في حاجات كلها ليها علاقه بالرياضه والاستثمار والسياحه والاقتصاد والزراعه وكل حاجه. ان هي دي ده دايما تقدم الامم يعني ان شاء الله يا رب. وعلى فكره هو ده يعني ده التوجه والهدف من العالمين الجديده، ان يبقى في من 3 ل 4 مليون مصري او غير مصري قاعدين هنا، في 3 ل 4 مليون نسمه عايشين في مدينه العالمين الجديده طول السنه. واللي انا عرفته كمان من الناس ان كل يعني السنه اللي فاتت السيزون زي ما بيسميه يعني الموسم بتاع الصيف هنا كان 3 شهور، السنه دي الدنيا بتزيد من شهر 6 ابتدى السيزون ومتوقع لغايه شهر 11، يعني بتتكلم في 6 و7 و8 و9 و10 و11، يعني 6 شهور. فانت ضربت الموسم في 2 في سنه واحده. اللي بيتعمل كمان من فرص عمل موجوده هنا لا يخليك ان شاء الله مطمن ان باذن الله باذن الله. يعني بصراحه بامانه يعني انا دي من اكتر الحاجات المشاهدات اللي شفتها بعينيا في بلدنا، وتيره التنميه فيها سريعه سريعه جدا 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 ومنظمه بالظبط. يعني وبعدين في كم تفاصيل جدا كان زمان
ممكن نكون بنقول يتم الاعتناء بيها او يجب الاعتناء بيها، هم هنا واخدين بالهم منها بشكل غير طبيعي. يعني شوف الشوارع، تخطيط الشوارع عامل ازاي، اللاندسكيب اللي موجود، النظافه، الاهتمام بالمكان. لا بصراحه مجهود فعلا يشكر لكل عارف الناس اللي خططت وفكرت ونفذته ليه إن المكان ده بصراحه. يعني ليه ان دايما الدوله بتتولى دايما المشروع، دايما يقول لك على القائد، يعني ان يقول لك انا اعرف الحاجات اللي ما اعرفش اعملها. الجمله دي لازم تقف عندها. يعني انا اعرف اقيم نفسي، فالحاجات اللي انا ما اعرفش اعملها بعمل ديليجيشن للي بيعرف يعملها. وبالتالي اصعب حاجه انك انت بعد ما تدي حاجه، يعني مثلا انت عندك في ناس بتعمل فنادق، عندك بنيه تحتيه بتشتغل، عندك في شركات اجنبيه كتير جدا مستثمرين موجودين، فكره بقى ان انا ابقى فوقيهم وبقى انا ببتدي او اوبريت او اعمل، ده اصعب حاجه خلي بالك. صحيح. فده اللي بيحصل في مدينه العلمين، منظمه جدا زي ما انت بتقول، وتيره التنميه سريعه جدا. لو انت تيجي لازم كل شويه، العلم دلوقتي هو اللي موجود، موضوع النوليدج ده. انت عندك ايه البلاد اللي هي اكبر عدد من السكان؟ عندك الصين وهند وامريكا وكندا، هم دولة البلاد. فانت الناس دي انت عاوز تتارجتهم. دايما كنا زمان بنقعد نسمع عن السياحه الروسيه فقط، يعني دايما يقول لك السياحه اللي موجوده في مصر هي السياحه الروسيه. أي. لا، انت عندك دلوقتي كل حاجه، عندك سياحه، لقيت ناس من، يعني في ناس من صربيا ومن كرواتيا ومن انجلترا، يعني لا من كل دول، فرنسا والمانيا وانجلترا، وعندك من الهند وعندك من الصين، شفت ناس من فار ايست. صح، ما انا بقول لك ساحل مهمه. ده هينقل التجربه بتاعته. وبالتالي انت مثلا لو انت عاوز، دايما احنا كمصريين يعني يقول لك لما بيجي شهر عسل اطلع المالديف. طب المالديف دي انت بتتكلم في 7-8 ساعات. وعشان تطلع ممكن تروح بلد دبي وتطلع منها تاخد على طول، وممكن لو عاوز تطلع الفار ايست او حاجه من الحاجات دي برضو بتعمل الكلام ده. فانت عندك خلاص مصر بقت كده، دي حاجه. بنشوف بلاد شقيقه بتقوم على الانترتينمنت فقط، مظبوط، ما عندهاش طبيعه، ما عندهاش الحاجات الحلوه دي، هتقوم على الحفلات والسهر والحاجات كلها اللي ممكن اي حد يتطلبها من خدمات. لكن فكره ان انا يبقى عندي طبيعه مع خدمات، مع سيرفيسز محترمه، مع هوسبيتاليتي زي ما انت قلت محترمه، مع شعب طيب، مع تفاصيل كتير. خلي بالك انا لما اروح بلد، يعني انا اجي العلمين ممكن انزل القاهره اروح ازور المتحف، اطلع على الهرم، ممكن اطلع البحر الاحمر، فانا ممكن اخد 10 ايام اسبوعين اطلع على اسوان، اطلع على الاقصر. يعني انت عندك جونه. لا احنا لو قعدنا نتكلم ما فيش حته في مصر لو جبت الخريطه شاورت غير ما هتلاقي فيها مقصد سياحي. صحيح. وحاجه حلوه. صحيح. فيا رب ان شاء الله، يا رب يبقى الفتره اللي جايه فتره فيها كلها تنميه وحاجات كلها حلوه زي ما انا شايفك كده، ودايما بنفسك على مستر ايجيبت لازم اقعد اقولها كل ما اطلع اقول لك على طول. كابتن فضل، انت نورت الدنيا، نورت العالمين، ودايما بنتشرف وبنعتز بوجودك معانا. يا ابراهيم انا اللي اتشرفت جدا، وبشكرك وهفضل اشكرك ان فعلا فعلا الفتره اللي انت بتغطيها انت ولما طبعا في عدم وجودها فتره محترمه مميزه، بتنقل الصوره كامله مش للمصريين بس، مصريين واجانب، وبصراحه الصوره واضحه وطالعه من القلب. يعني خلي بالك دي تفرق جدا. ربنا يسعدك. فانا اللي بشكرك جدا، نورت الدنيا. شكرا ابراهيم جدا. شكر موصول لحضراتكم على المتابعه، ونشوفكم باذن الله بكره على الف خير.